وأقول أرجوكم كفاكم لعبا على مشاعر التونسيين، فوالله إني أخجل من إهامكم للناس أنكم المتحدثون باسم الإسلام وأنكم صائنوا الإسلام وأن الإسلام سيذهب بذهابكم. فوالله إن مسلمون من قبلكم ومسلمون من دونكم ومسلمون من بعدكم، فإن كان تمسككم بالسلطة هو فقط لأجل الإسلام فأنا أقول لكم اذهبوا واطمئنوا على الإسلام، فهو لم يسقط بوفاة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فما باله بذهابكم. أن هذا الدستور هو للأجيال القادمة، فلا تصدروا كراهيتكم وحقدكم وممارساتكم الإقصائية إلى جيل نأمل أن يحمل المشعل وأن يكون خيرا منا بكثير. فاعتبروا مما حصل في مصر والتفوا حول شعبنا، ولا تؤسسوا لدستور يضمن لكم الانفراد بالحكم. إن كان المقال يعنيك سيدي فهذا تهديد، لكن هو نصيحة. اختصي وقتك انتهى. عندي 10 دقائق مازال. لا وفاو ها تو وفاو 10 دقائق ودخلنا في الحصة الإضافية. هاو قدامي سأختم. هذه نصيحة يجب الاعتبار بها. فالتفوا حول شعبنا ولا تؤسسوا لدستور يضمن لكم الانفراد بالحكم، لأن ذلك لم ينفع مع غيركم ولن ينفع معكم. فقد كنتم تصرخون وتنددون بإقصائكم في العهد السابق، ولما وصلتم إلى الحكم سعيتم لإقصاء منافسكم السياسيين. كنتم تحتجون وتطالبون بقضاء مستقل. ولما وصلتم الحكم وضعتم أيديكم على القضاء واحتجزتم مواطنين برأتهم المحاكم. كنتم تدعون الدفاع عن الدين الإسلامي، ولما وصلتم الحكم أصبحتم تتاجرون بالدين وتظنون أن الله لم يهدي سواكم. في عهدكم سمعنا عن جهاد النكاح، في عهدكم أصبح الجهاد في سوريا، في عهدكم عصابات الإجرام تعيث في الأرض فسادا بعنوان حماية الثورة، في عهدكم أدخلت الأسلحة إلى بلادنا، في عهدكم لغم جبل الشعامبي، في عهدكم جوبها الشعب بالقمع وضرب بالغشي، في عهدكم كفر المعارضون، في عهدكم اغتيل لطفي نقب، في عهدكم اغتيل شكري بالعيد، في عهدكم اعتدي على السفارات. راني باش نضطر نقص الميكرو. اتركني اختم. لا، اعطيتك اكثر من وقتك، ما ثماش